يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أنكم حفظكم الله تفتون بعدم جواز وضع الدفايات أمام المصلين في المساجد؟ يا أخي صادر الفتوى بتوقيعي توقيع المشايخ أنه لا بأس في استعمال الدفايات في المساجد. من اللي قال أني مفتن بهذا؟ نعم، الفتوى موجودة أو عالية توقيع الشيخ بن باز أيضا. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم، هذا ما هي بنار، الدفاية ما هي بنار، وإن كانت حارة وتحرق لكن ما هي بنار. نعم، يقول فضيلة الشيخ النار المراد بها النار اللي توقد بالحطب يعبدها المجوس، لأن المجوس يعبدون النار ويوقدون النيران للعبادة. نعم، يقول فضيلة أما الشيخ هذه مثل وفقكم الله، اللمبة أمامك الآن هي نار، هي بنار هذه.